قلق وخوف وحزن، هكذا عاش الجزائريون قصة عياش الذي علق داخل أنبوب بئر ارتوازية في المسيلة. الكل يتابع ليلا ونهارا ماذا جرى لعياش، هل من جديد عن عياش أخرجه أم ليس بعد. بعد ما سمعنا الخبر المؤسف والمؤلم تاع أخونا العياش اللي في ولاية مسيلة، نتأسفوا قاع والله العظيم، أنا شخصيا وكل الشعب الجزائري خارج الوطن وداخل الوطن ومدينة غيريزان قاع تأسفنا على هذه الحالة. على بالنا بلي الحماية المدنية تاع مسيلة بارك الله فيهم يخدموا بالإمكانيات تاعهم، الله غالب هذا اللي عندهم. ولي ريسبونسابل نورمالمون لي ريسبونسابل يكونوا حاضرين في هذه الصوالح، هما اللي كونتاكتوا لي سبيساليست على هذو لي كا هذو. بون نقولوا لهذا عياش الله يرحمه، هذا حاجه بالمكتوب، ما شفناش احترافيه، خاص تكون كاين احترافيه ما يقعد سانجور باش تجبدوه، ماهيش حاجه هذه تاع سانجور دوجور مون باب صح سانجور باش تجبدها لك. ونورمالمون كاين امكانيات، راه كاين امكانيات، رانا في 2018 ونورمالمون كاين دي سبيساليست في هذا في هذا في هذو لي كا. قصه عياش لاقت تعاطفا وتفاعلا كبيرين على صفحات مواقع التواصل، إذ أطلق نشطاء حملة كلنا عياش للتعبير عن تضامنهم مع الشاب وأسرته، وفي خضم التعليقات سخط على نقص الوسائل وتأخر السلطات المحلية في التعامل مع الحادثة واحتوائها. هكذا كانت نهاية الشاب عياش، انتقل إلى رحمة الله، لكن القصة لم تنتهي عندك عياش، هناك غيرك كثيرون يعانون وان اختلفت طريقة معاناتهم وشكلها.